ندل على السلامة. وفيها انت ربنا نجاك الحمد لله. عن اذنكم. ايه اللي انت عملته ده؟ انا مش فاهم انا وصلت لكده ازاي، بس كنت عايز انهي حياتي خلاص. انا مش مصدق، والله ما قادر اصدق. حسين رميتني خلاص يا عمر، مش عايز ترجع لي. كل الشهور اللي فاتت دي وانا بحاول ان ارضيها باي طريقه، مفيش فايده. تقوم تنتحر؟ تموت نفسك؟ انتوا خلاص سبتوا بعض، مش نهايه العالم يا اخي. جرب حظك مع واحده تانية، ده انت الف واحده تتمناك يا امجد. مش قادر يا عمر، مش قادر. الدنيا اسودت في وشي. انت عارف حسين بالنسبه لي ايه؟ يا اخي ده انت اقرب واحد ليا، حس بيا. طب بس بس خلاص، اهدى وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. هي حسين عرفت. عليا انا مش هقدر ادخل له. ادخل انت وانا هستناكي بره. لا طبعا ما ينفعش، اكيد انت عارفه هو عمل كده ايه. لازم تدخلي معايا لو سمحتي. ايوه. ما تعرفيش فين غرفه الاستاذ امجد عبد الرحيم؟ ايوه في غرفه 311. شكرا. نعم يلا يلا. سلامتك، خضتنا عليك قوي على فكره. الله يسلمك يا علي. الحمد لله على سلامتك يا امجد. حسين انا محتاج لك يا حسين. حسين كنت عايزك في كلمه بره من فضلك. بتخسر حياتك. ما هي فين حياتي دي يا علي؟ ما انت عارف، ولا ليا عيله ولا ربنا راضي يكون ليا عيال. انا ابو حسين كان كل حياتي. انا فاهمه والله العظيم، مقدره كل اللي انت بتقوله ده، بس برضه تغضب ربنا تخسر دنيتك واخرتك يا اخي، حرام عليك. مش كده؟ خلاص بقى يا علي، اللحظه دي عديت منها، ما اتمناش ان اي حد يتحط فيها. انتهي يا عمر، انا عايز عمر عليا لو سمحتي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.